الدرس الأول للصف الثاني الابتدائي. أنا أحفظ القرآن الكريم. سألت فاطمة أخاها: ماذا تحفظ من القرآن الكريم يا وجدي؟ قال وجدي: أحفظ سورة الفاتحة. فاطمة: ولماذا؟ وجدي: أقرأها عندما أصلي. فاطمة: وماذا تقرأ معها؟ وجدي: أقرأ سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. قالت فاطمة: وماذا تحفظ من الحديث الشريف؟ وجدي: قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاطمة: بارك الله فيك يا أخي.